عمر انت سويت حساب جديد على انستغرام؟ والله صدق؟ ترى ارسل لي بالرغم ممكن احد يمزح عادي. اي يمزح؟ وين خالد مو مثل عادته يطلع مثل باتمان؟ يا خالد خير يا رجل، ايش فيه؟ في واحد منتح شخصيته على انستغرام. كيف؟ يا اخي وش منتح؟ ترى انستغرام عادي، لا تكبر السالفه. لا طبعا مو عادي، هذا نصاب راح يستغل اصحاب عمر عشان ينصب عليهم. تلاقيه مسوي الحساب اصلا عشان يخترق اصحاب عمر. طيب وش العلم الحين؟ شو السوار؟ شو اسوي؟ اول شيء تسويه لازم تقول لكل اللي عندك انه هذا الحساب ما يخصك، وبعدين لازم تسوي له ريبورت، والافضل انك تتخذ اجراء قانوني وتبلغ الشرطه عشان تحمي نفسك. عمر انت صحتك زينه؟ اي ليش؟ دائما في حساب لك ارسل لي انك محتاج فلوس تطول تسوي عمليه وكذا. انا قلت بس اتاكد.